إذا لابد من مشرع يجمع بين القانوني وبين الشرعي، يضع الحلول للمختنقات، لأن هذه ظواهر، وهذه الظواهر تكون في أوقات تحتاج لتدخل ضروري. فالدول الأخرى مثلا مصر في حادثة الباخرة تدخلت وأصدرت تشريع خاص بالباخرة، كل من مر عليه أقل من شهر تقريبا يعد مفقود. الجزائر في ظاهرة في ظاهرة زلزال أكثر مرة تدخلت ووضعت تشريع خاص بمعالجة أحكام المفقودين. إذا نحن الآن ظاهرة نحتاج لتدخل تشريعي لمعالجة هذه الظاهرة.